فيما قبل 30 من يونيو كان في دعوات للتظاهر في كل الميادين المصرية، وكان في تعويل من قبل أنصار الإخوان أنه الجيش لن يقف إلى جوار هؤلاء المتظاهرين وسيقف مع تنظيم الإخوان ومع الرئيس المعزول محمد مرسي. حضرتك كضابط قوات مسلحة كنت شايف ده إزاي؟ الناس اللي بتردد الكلام ده ما تعرفش عقيدة القوات المسلحة. قوات المسلحة وجيش مصر جيش شعب مصر. قوات المسلحة مهمتها حماية شعب مصر. الناس اللي بتردد الكلام ده ناس مش فاهمة. ده جيش وطني شريف ابن مصر. ما فيش بيت فيك يا مصر، جمهورية مصر العربية ما فيهاش حد من القوات المسلحة. صحيح. وباختلاف اما ضابط او عسكري او صف ضابط، كل البيوت مثلت في القوات المسلحة ويمكن ده اللي بيفرق بين الجيش المصري واي جيش في العالم. هو جيش وطني صرف. واللي حضرتك بتتكلم عنه ده ذكره النهارده الرئيس السيسي في كلمته، الشعب المصري دافع عن اعز واغلى مبادئه وقيمه وهي وطنيته وهويته المصريه الاصيله. ده كلام الرئيس النهارده. ده كلام الرئيس، كلام عظيم. والناس لازم نذكر الناس ان الفريق اول عبد الفتاح السيسي حط روحه على كفه، هو قائد القوات المسلحه حمايه لشعب مصر، وشعب مصر ما خذلهمش وخرج بالملايين يؤيد ويفوض السيد الرئيس في اتخاذ القرارات لحمايه مصر وشعب مصر.